ان احنا ننتبه لكل كلمة من فضلكم انا بتكلم فيها. طبعا هرجع اتكلم، لسه عندنا جزئين او ثلاثة، لسه ثلاثة اجزاء من كلام الرئيس النهاردة، وهتكلم تحديدا عن بعد شوية عن الطرق وشبكة الطرق عشان ليا فيها كلام مهم جدا هتكلم عليها بعد شوية. لكن خليني اروح للأستاذ الجبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر. تحياتي لحضرتك فندم. تحياتي ليك يا احمد باشا. اولا تابعت كلام الرئيس النهاردة حول قانون الخاص بالإصلاح الجهاز الإداري للدولة، وإنه بعض المطالب الفئوية، وإنه اللي حصل لنا على مدى 4 سنوات. فضل يا فندم. أولا احنا متابعين جايله، وننتظر خطاب السيد الرئيس شهريا والبيان اللي يلقيه السيد الرئيس. وبالنسبة للقانون، هو لابد من إصدار القانون فعلا، لأن في ترهل في الوظائف الحكومية وفي المصالح الحكومية وتقييم. أنا بسأل الشعب، هل أنت راضي كشعب على أداء العاملين في المصالح الحكومية؟ يتكلم بصراحة وشفافية، لازم نعرض كل شيء بشفافية وبصراحة. طب لو سألت حضرتك ورديت السؤال لحضرتك باعتبارك مسؤول عن اتحاد العمال، راضي حضرتك بنسبة قد إيه؟ لا، بنسبة 50%. راضي بنسبة 50؟ واخد بقى حضرتك. انما في حاجه كان المفروض يتسوق للقانون، القانون انتهوا منه في شهر 3 وقالوا ان في شهر 7 هيتنفذ. ما فيش قانون بيتنفذ بدون لائحه تنفيذيه. نعم. فاحنا كنا بنقول لا، كان لابد من عرض القانون على المجتمع المدني وعلى الاتحاد، او يطلع المسؤول للعاملين في الدولة ويشرح لهم القانون، عشان ما يديش فرصة للمخربين والمتآمرين يدخلوا وسط الطبقة العاملة ويقولوا لهم القانون فيه وفيه وفيه وفيه. كان لابد إذا لم يعرض على المجتمع المدني أو الاتحاد العام أو القيادات العمالية، كان لابد من شرح القانون من شهر واثنين. طيب احنا خلاص القانون صدر واحنا موافقين، ولابد من، كان لازم القانون، واحنا بنطالب بتغيير القانون 47 من 20 سنه فاتوا، بنقولوا انه قانون ظالم وقانون ما بيديش الحق، وعلاوات 2 جنيه ووكيل اول الوزاره 6 جنيه وربع والكلام ده كله. ماشي، اللائحه التنفيذيه لابد، وانا بطالب دلوقتي لابد من اللائحه التنفيذيه عرضها على المجتمع المدني والحفاظ عليها، لان في ماده 54 ادت الحق او القوه الضاربه للائحه التنفيذيه اقوى كمان من القانون في موضوع المخالفات والجزاءات للعامل. فانا مؤيد القانون، مؤيده تماما ومؤيد صدوره، ولابد ان يكون هناك اصلاح اداري فعلا. لازم يكون في اصلاح اداري، ولازم يكون في حساب وفي عقاب وفي جزاء. استاذ جبالي، هل احنا النهارده كنا محتاجين انه ناس تنزل الشارع، او بعض، احنا بنتكلم 2003 نزلوا خلال الاسبوع الماضي من الضرايب ومش عارف فين، محتاجين الكلام ده عشان يحصل هذا الكلام ويحصل لغط اللي تم ده، ولا كان لازم تحل هذا الموضوع وتخلص الموضوع ده وتشرحه للراي العام زي ما حضرتك قلت انه حصل تكاسل في شرح الموضوع زي ما الرئيس النهارده ببساطه جدا، يعني الرئيس النهارده قال 3-4 سطور خلص الموضوع. الكل اقتنع، الكل اقتنع بكلام الرئيس. بالظبط. تمام؟ كان لابد من معالي الوزير يطلع او وكيل اول الوزراء يطلع او حد من المشرعين يطلع يشرح القانون ويقول، واولا لا يضر عامل، يتكلم يفهم عشان ما نديش فرصه لحد. وعلى فكرة احنا ضد اي وقفات احتجاجية وضد اي اضرابات، احنا بنقول نعمل ونطالب، لينا حق نطالب بيه. نعم. بس ما نعطلش العمل زي ما بتفضل السياسة الرئيس وقال ايه، احنا عايزين ارادة وادارة. احنا دلوقتي المشروع بتاع خلاص يتكلم فيه، قال لك هو كان 5 سنين 3 سنين، قلنا لا نخلصه السنة. طيب ليه؟ عشان في إرادة وإدارة زي ما تفضل سيادة الرئيس. لا، وعندك تخطيط كمان، يعني أكتر من كده، إن أنت عامل تخطيط إزاي وهتنفذه إزاي وهتتابعه إزاي؟ ما ممكن يبقى عندك الإرادة وما عندكش تخطيط والدنيا تبوظ. ما إحنا بنقول إرادة وإدارة. نعم. إرادة وإدارة.
واخد بال سعادتك؟ احنا لازم نسابق الزمن فعلا، احنا عايزين بلدنا تقف ولا عايزين بلدنا تموت؟ عايزين اقتصادنا يبقى قوي ولا عايزين اقتصادنا يموت؟ عايز افهم. اللي بيحب البلد دي يخاف على البلد دي ولا لا؟ في ناس بتستشهد على الجبهه، في ناس بتموت وبتضحي بارواحها عشان خاطر البلد. هو في ايه بالظبط يعني؟ التآمر مش هيبطل على مصر، وان شاء الله برضه ما حدش هينول من ولا ينال من مصر. ان شاء الله باذن الله. فحضرتك يا فندم كرئيس اتحاد عمال مصر ضد اي وقفات ومع صدور هذا القانون ومع تاكيد لهذا القانون عشان عمليه الاصلاح للجهاز الاداري اللي عندنا فيه مشكله رهيبه، مع مراجعه اللائحه التنفيذيه قبل خروجها لان ما خرجتش لغايه دلوقتي. نعم لسه كانوا بيتكلموا خلال الاسبوع اللي الاسبوع الحالي نتناقش في اللائحه التنفيذيه. نعم اشكرك شكرا جزيلا استاذ الجبال مراغي رئيس اتحاد عمال مصر، مهندس خالد الفي رئيس النقابه العامه للصناعات الهندسيه.